صحيح. طبعا هو ملاحظ الآن في ظل استقرار مؤشرات الأسواق العالمية، وفيش طبعا أي تأثيرات سلبية خارجية حاليا على أسواقنا، نلاحظ أنه تقريبا في تركيز على أداء الشركات خلال فترة، لأنه الآن احنا تعلمين أنه نتائج النصف الأول عادة ما تكون مهمة وتعطي، يعني هنقول احنا مؤشرات أولية عن نتائج العام كله بأكمله. بالتالي فعليا احنا في بداية شهر رمضان لم يكن هناك أي تفاعل، بالرغم من أنه بعض الشركات المهمة أفصحت بمقدمتها بنوك أبوظبي، لكن بنلاحظ أنه خلال الأسبوع الثاني مثل ما توقعنا في شهر رمضان بدأت الأسواق تتفاعل إيجابا، وبدأ يعني الطلب بنلاحظه طبعا متركز على بصورة رئيسية. طبعا في عندنا مستثمرين على الأجل الطويل، هم في مؤسسات، في عندنا أفراد، وفي عندنا استثمار أجنبي، وفي عندنا طبعا مضاربين. طبعا المضاربين كما تلاحظين أنه بيعتمدوا على أسهم شركات المضاربة، طبعا ارتفاع وانخفاض. وبالتالي مثلا لاحظنا أمس كان في أول أمس كان في ديار ارتفاع كبير سعرها، أمس تراجع سعرها، وغيرها أيضا من الشركات. لكن في عندنا البنوك اللي هي طبعا أساسية والاتصالات، بنلاحظ طبعا أنه في تركيز عليها من بعض المستثمرين على الأجل الطويل باعتبارها يعني شركات حققت أداء جيد. وبالتالي الآن احنا طبعا على قرب، يعني الآن احنا باقي 7 شهور تبدأ الشركات يتوزع أرباحها. في ظل انخفاض سعر الفائدة بنلاحظ أنه أعداد كبيرة من اللي هم المدخرين بدأوا يدخلوا السوق ويشتروا أسهم هذه الشركات، خاصة أنه نتائجها حفزتهم وعطتهم مؤشرات أولية على أنه قد إذا لم تكن نتائج مثل العام الماضي قد تكون أفضل بكثير من العام الماضي، وهذا طبعا شيء محفز. وبنلاحظ طبعا أنه في تذبذب طبعا في الأسواق ما بين ارتفاع وانخفاض، لكن الأسواق بسرعة إيجابية خلال هذا الأسبوع. نعم. طيب فيما يتعلق بالإيجابية، هل تتركز على قطاع العقارات برأيك، وحتى بالنسبة للتصرفات التي لاحظناها على هذا القطاع في الآونة الأخيرة، هل هي مردها ربما إلى العمليات التي يمكن أن تنشأ أو الشركات الجديدة التي يمكن أن تنشأ لهذه الشركات؟ طبعا هو إعمار أول شيء، إحنا إعمار بصفة رئيسية هي اللي قادت الصراحة موضوع التحسن أسعار أسهم شركات العقار باعتباره أنه نتائجها كانت إيجابية وجيدة، ولاحظنا استثمار أجنبي كبير عليها بحيث أنه بلغ قيمة عدد الأسهم اللي تم شراها خلال شهر يوليو حسب النشرة حوالي 40 مليون سهم، وهذا رقم طبعا كبير مقارنة بفترات سابقة. الدار والصلوح طبعا تعلمين أنه الكل يعني يشير إلى أنه في معلومات قد تصدر يعني مهمة، منها فيما يتعلق بأداء شركة الدار اللي طبعا هي الشركة الرئيسية. هل هي نتائج برأيك أم شيء ثاني يا سيد زياد؟ نعم، هل هي نتائج أم أشياء أخرى؟ نتائج مبدئيا، لأنه موضوع الاندماج بصراحة أتوقع أنه بأخذ وقت أطول شوية. طبعا في معلومات أنه قطعوا شوط مهم، لكن أتصور أنه لن يتم إفصاح عن هذا الموضوع ما لم يصل إلى نتائج مهمة، اللي هي طبعا بحيث أنه تطمن أنه لحد الآن هي دراسات أولية لهذا الموضوع، وأيضا حتى يعرفوا شو مدى تأثير الإيجابي والسلبي على جميع الأطراف المشاركة بهذه الشركات، سواء مساهمين أو دائنين أو حكومة، لأن الحكومة طبعا مهمتها أو تنشق يعني خلينا نقول كيان عقاري مهم يقوم بدور هام خلال المرحلة القادمة، وأيضا يساهم في رفع قيمة حقوق المساهمين. تعرف أنه نسبة كبيرة من مساهمين الشركات خاصة من بداية تعرضوا لخسائر كبيرة نتيجة الانخفاض، وبالتالي الكل يأمل إن شاء الله أن يكون في أداءها جيد. وبالتالي نلاحظ أيضا أنه في حركة إيجابية على أسهم شركات العقار. نعم. طيب وبشكل سريع بالنسبة لشركة الاتصالات الإماراتية، أيضا ما هي آخر التطورات فيما يتعلق بفتحة لغير الإماراتيين، وهذه الخطوة كيف ستؤثر أيضا على وضع الشركة والسهم؟ وتعلمين انه طبعا تصوري في اهتمام يعني خلينا نقول غير امارات ايضا بالشركه، شركه من الشركات الرائده بالسوق، هي اكبر شركه مدرجه في السوق، ايضا ربحيتها طبعا عاليه ونموها السنه كان ايضا جيد، وجزء منه مصدر خارجي. تعلمين انه اتصالات لها يعني تعمل في 16 سوق
على مستوى العالم. وبالتالي تصوري أنا أنه هذا راح يوسع قاعدة المساهمين والمستثمرين في أسهم الشركة. ونحن نلاحظ أنه في اهتمام خليجي واهتمام أيضا عربي محلي من المقيمين هنا بأسهم هذه الشركة. وبالتالي تصوري أنه هذا راح يكون ينعكس إيجابا أول شيء على ارتفاع حجم التداول على أسهم الشركة، وبالتالي ارتفاع حجم التداول في سوق أبو ظبي اللي هو أيضا يعاني من محدودية التداول، إضافة أيضا إلى أنه يخلق فرصة مهمة، أنه أسواق تحتاج إلى فرص مهمة واتصالات تعتقد فرصة مهمة للمستثمرين اللي هم على الأجل الطويل وخاصة من غير الإماراتيين. وبالتالي أعتقد أنها خطوة هامة، ونأمل إن شاء الله نسمع قريبا عن موضوع اللي هو طبعا الموضوع القانوني الخاص بتحويلها إلى شركة مساهمة عامة، اللي طبعا سوف يعطي الصلاحية لمجلس الإدارة باتخاذ قرار اللي هو السماح للأجانب بتملك حصة من رأس مال هذه الشركة. أشكر.